جاءوا إلى بغداد لخطبة فتاة لابنهم، فتحولت حفلة الخطوبة إلى تسمم جماعي. وجبة عشاء في الحفلة من أحد مطاعم الوجبات السريعة تسببت بإصابة نحو 80 شخصاً كما يقولون من عائلة العريس والعروس، لتتحول البيوت إلى صالة طوارئ. أنا والد العريس، وجينا على بغداد من الموصل، وجينا نخطب من بغداد البنية. بلش اسمه المعازيم تقريبا من جماعتنا 50 واحد، من جماعتهم 50، جابوا لنا لفات همبرجر واكلنا وجينا ورجعنا. اعتيادي لل 12 للوحده ما كل شيء، بالثلاثه ثلاثه ونص قام الاطفال يزعون ووجع بالراس واسهال اسهال شديد، اخذناهم على المستشفى كلتنا، خصوصا العروسه كلش كلش تعبان اخوها وعائلتهم امين، واحنا امين كلتنا يعني، والولد والبنات خصوصا الاطفال الصغار ما يتحملون لا الابر ولا الحبوب. كل 80؟ اي والله من 80 من 60 80 تقريبا. الخطوبه تحولت الى ماساه، فاغلب المعزومين تسمموا الا من لم يتناول وجبه البرجر. أما عائلة العريس فأقدمت على رفع دعوى قضائية على صاحب المطعم، ويصرون على حقهم القانوني بمحاسبته. قمنا بدعوى قضائية على أبو المطعم، وإحنا متمسكين بهذا الشيء كلش، يعني على مود نفس ما إحنا نصابينه، ما أريد بعد ناس يوقعون بهاي المصيبة، لأن يعني ست شفت الوضع هنا، صالة مال طوارئ عندي بالبيت. وجبة برجر أطاحت بثمانين شخصاً تقريباً، بمقدمتهم العريس والعروس، ويقول أهل العريس أنهم أنفقوا بنحو 1,000,000 دينار لغاية الآن على الأدوية لشفاء مصابيهم مما تعرضوا له في ليلة الخطوبة. إلى صالة الطوارئ تحول البيت، وبدل استقبال المهنئين باتوا يستقبلون الفرق الطبية لمعالجة المصابين، فحفلة الخطوبة تحولت إلى تسمم جماعي. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.